عايشك يا باشمهندس. هنشوف في هذا التقرير كيف تناولت الصحف مباراة الأهلي والنجم الساحلي وما تعرض له الأهلي من ظلم. الصحف والمواقع تعترف بظلم بوندو في مباراة كتب نهايتها الدرامية الحكم البوتسواني جوشوا بوندو بخسارة الأهلي بهدف أمام النجم الساحلي التونسي بعدما اتخذ قراره الظالم بطرد أيمن أشرف ليلعب الأهلي طوال 83 دقيقة بعشرة لاعبين. كانت الصحف والمواقع شاهدة على ما تعرض له الأهلي في مشهد تكرر مراراً. أجمعت الصحف والمواقع على أن خسارة الأهلي جاءت بفعل فاعل، فعنونت الأخبار في صفحتها الرياضية بمنشط جاء فيه: أول هزيمة للأحمر مع فايلر وطرد غير مستحق لأيمن أشرف، الأهلي يخسر من النجم الساحلي في بداية دور المجموعات بفعل فاعل. لم تجد الأخبار المسائي ما يمكن أن تصف به ما تعرض له الأهلي إلا باستخدام نفس الكلمات، فكتبت: الأهلي يسقط بفعل فاعل، هدف الشيخاوي ينهي مغامرة الأحمر بعد الطرد المبكر. صحيفة الأهرام أيضا لم تذهب بعيدا حيث جاء في عنوانها: الأهلي يخسر أمام النجم الساحلي بهدف من دون رد بفعل فاعل. الحكم البوتسواني يهدي الفوز لبطل تونس على طبق من ذهب بعد طرد أيمن أشرف. أما الأهرام المسائي فاعتبرت الخسارة كرسي في الكلوب المضي بسبعة انتصارات حققها الأهلي مع فايلر، فكتبت: كرسي في الكلوب، جوشوا يمنح النجم الفوز على الأهلي بهدف شيخاوي في افتتاح مجموعات دور الأبطال، طرد غريب لأيمن أشرف وقرارات مثيرة للجدل، المباراة متوترة، وفايلر خسر لأول مرة، وجاريدو نجح في قراءة موقعة رادس. إلى جريدة المساء التي عنونت صفحتها الرئيسة بمنشط عريض جاء فيه: الحكم ذبح الأهلي أمام النجم. وعلى صفحتها الرياضية كتبت: الأهلي حزين من هدف ياسين، انهزم من النجم الساحلي وخسر ثلاث نقاط ثمينة، الحكم البوتسواني أفسد المباراة وفقد السيطرة على اللاعبين. أما موقع اليوم السابع فكتب: الأهلي يتلقى أول هزيمة تحت قيادة فايلر أمام النجم الساحلي. وكتب موقع يلا كورة بعشرة لاعبين: الأهلي يتعرض لهزيمة مباغتة من النجم. وفي التفاصيل أشار الموقع لأن تعرض الأهلي لظلم الحكام الأفارقة بات مشهدا مألوفا ويمكن وصفه بعبارة شوهد من قبل.